C'est que le leader de cette équipe, c'est moi. Avant, il y avait beaucoup de leaders. Et c'est la réponse. أكيد كل مباراة يكون فيها يعني شيء إيجابي وشيء سلبي وهناك فوائد. وأنا دوري بالنسبة لي أنا والطاقم مش نصحوا. أكيد غادي صحنا بعد أشياء إن شاء الله باش نكونوا مجزين. وهنا عارفين الانتظارات ديال الفريق الوطني المغربي. ولكن دائما خصنا نكونوا واقعيين مع أنفسنا. بالنسبة لي لا أنا ولا الطاقم ولا الفريق ما كانش غيكون هنا ولا أنتم كون ما كانش انتصرنا في مباراة موزمبيق. وهذا الشيء جاي يعني بواحد العمل وخا في واحد الوجيز اللي اعتمد على كل ما هو نفسي كل ما هو قلتي زعامة. ولكن ما خصها تكون الزعامة ولكن بالحساب ماشي الزعامة اللي في الآخر تولي بندامة خص تكون الزعامة وبالحساب خصها تكون حسابية فأظن بأنه بالنسبة لنا حنا أكيد عندنا الأمل وعندنا هذا غادي تكون هناك تغييرات وكل واحد رجع يعني بحسب الملاحظات اللي كتبقى دائما اللي كتكون أكيد بأن ملي كتكون الدور ديالي باش نقوم به الحسين مورام كندير القبعة ديالي ولكن في الدور ديال الآخر كندير القبعة ديالي بأنني خصني نحاول نوري لأي لاعب المسائل اللي مزيانة واللي خايبة وخصو يحيدها ويجتنبها فإذا ما درتش هذا الشيء يعني بحال ما قمتش في الدور ديالي فدرتو الحمد لله كل شيء دخل يعني قلت لك كما قلت في الأول كل شيء دخل في الطريق كل شيء غادي في الطريق ولكن كتبقى كل شيء دخل في الطريق أنا غنشوف شكون الصالح اللي غادي يقدر يربحني هذه المباراة هذه شكون الفريق شكون الكوموندو كما قلت شكون هذا فغادي نغير بانه ان معد عاد بدا هذه المسائل كامله وداك الشيء متفق من الله سبحانه وتعالى ولكن ما غاديش نخليه كما تنقولوا من الحرف سنه